بتخبرنا عن الشباب بما انك اليوم انت طلعت من سجن مجده. انا شباب مدام منيح مجده مش ناقصهم ايات اشي مدام منيح. كيف مش ناقصهم اشي؟ مش ناقصهم مدام تمام. ناسخ الكتب بنعمل ابحاثنا كلياته يدوي. لما بدك تتجاوز مرحلة الماجستير في السجن بدك كل يوم دراسة 14 ساعة. وين كان الفرحة وشو اللي بخليك تصمد كأسير؟ فرحة أمي وأبوي يعني ما دعموك بصمودهم أكيد. وبصبرهم يعني لدرجة أنه آخر فترة قدمت لحاجة اسمها الإفراج المبكر قبل 6-7 شهور أبوي قال لا ما تروحش كمل الماجستير هاي موجود يعني شدوا بالضبط.